في حين البارسا خسر امام بلباو وغرناطه وامام ايضا فريق نادي ليفنتي. ادي فرصه وادي امامنا المحاوله، وخطا كبير، خطا كبير في اللقطه الماضيه، خطا من مين؟ من راموس، وهدف للاعب ويليان، هدف لويليان بعد فوز على جلطة سراي بهدف، فوز على لجانس خمسة، فوز على جلطة سراي ستة، فوز على إيبار، وهدف التعادل، هدف التعادل، روعة روعة، هدف التعادل. هو كريم، وهو كريم بنزيما عنده الحلول. كريم بنزيما يلعب كرة بالعرض خطيرة، فرصة، استلام، مودريتش يبحث عن المساندة، مودريتش ينظر إلى القادم، وتسديدة، جول 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 جول. فالفيردي، فالفيردي، فالفيردي يضع الكرة القوية اللي تغير اتجاهها في اللقطة الماضية. والحضور والانطلاقة هنا من جانب فيدريكو فالفيردي، مميز فيدريكو فالفيردي، مميز، عنده قدرة وادي زيادة، كمل المرة دي إلى جارس بيل، يلعب الكرة العرضية في اتجاه كريم بنزيما، يصلح كرة للي جاي. يا ولد يا ولد، هدف عالمي، هدف عالمي، مودريتش 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 أمامنا، لكن إيه روعة الكرة من جانب كريم بنزيما، ومودريتش يسجل الثالث. ريال مدريد، ريال مدريد يا